إذن مشاهدي الكرام مشاهدي قناة شوف تيفي، أهلا وسهلا مرحبا بكم في هذا البث المباشر الجديد. كيف ما كتشوفوا معنا في هذه اللحظات، يعني مختل عقليا حرق المنزل ديالو في هذه الأثناء. كيف ما كتشوفوا معنا يعني تدخل رجال الوقاية المدنية في هذه الأثناء لإخماد الحريق، طبيعة الحال بحضور رجال الأمن والسلطات المحلية في هذه الأثناء. كيف ما كتشوفوا معنا مشاهدي الكرام مشاهدي قناة شوف تيفي، فعاجل وعلى المباشر هذا هو المنزل ديالو. ف يعني رجال الوقايه المدنيه كيحاولوا انهم يسيطروا على هذا الحريق وسط يعني وسط هذا المنزل هذا. كما كتشوفوا معنا مشاهدي الكرام مشاهدي قناه شوف تيفي، فكل تحيه والتقدير لرجال الوقايه المدنيه اللي قايمين بواحد المجهود اللي جبار طبيعه الحال. اللي يعني كيف ما كتشوفوا معنا في هذه الاثناء مشاهدين كرام مشاهدي قناة شوف تيفي، رجال الوقاية المدنية مازال كيتدخلوا كما كتشوفوا معنا مشاهدين كرام مشاهدي قناة شوف تيفي. فكل التحية والتقدير لرجال الوقاية المدنية، أيضا يعني رجال الأمن الوطني حاضرين والسلطة المحلية بعين المكان كيف ما كتشوفوا معنا مشاهدي الكرام مشاهدي قناة شوف تيفي. عاجل وعلى المباشر مشاهدي الكرام مشاهدي قناة شوف تيفي، يعني سيارات يعني الإسعاف وسيارات الإطفاء في الأثناء لحضور رجال الوقاية المدنية إخماد هذا الحريق مشاهدي الكرام. فهذا هو المنزل ديال هذا السيد هذا اللي على حسب المعلومات اللي اختناهم فهو مختل عقليا، وهذا يعني هذه هي المرة الثانية اللي كتشعل يعني العافية في هذه الدار هذه، لأنه مسكين مختل عقليا وهذه المرة الثانية اللي كتشعل العافية. ف طلبوا السلامة للجميع. فكل التحية والتقدير يعني لرجال الوقاية المدنية اللي كيقوموا بواحد المجهود اللي هو جبار بطبيعة الحال، وكل الشكر والتقدير لهم وعيد مبارك سعيد لهم بطبيعة الحال. فهما كاين اللي ما كيعيدش يعني في الدار ديالو، كيبقى خدام يعني في خدمة الوطن بطبيعة الحال والمواطنين. فكاين اللي كيبقى سهران وخدام يعني واخا يكون العيد واخا سميتو، فكل تحية والتقدير لهم مشاهدي الكرام مشاهدي قناة شوف تيفي. فكما كتشوفوا معنا على هذا البث المباشر من مدينة الصلاة بالضبط، يعني من طريق قيسر كما كتشوفوا معنا، يعني رجال الوقاية المدنية يسيطروا على هذا الحريق كما كتشوفوا معنا مشاهدي الكرام مشاهدي قناة شوف تيفي. فكل تحية والتقدير لهاد الرجال يعني رجال الوقاية المدنية اللي كيقوموا بواحد المجهود اللي جبار طبيعة الحال. فكل الاحترام والتقدير مشاهدي الكرام مشاهدي قناة شوف تيفي، فكنشكرهم على المجهودات الجبارة اللي كيقوموا بها. فالآن يعني تم إخماد هاد الحريق الحمد لله، حتى شي واحد يعني ما تقاس، نتمنوا السلامة للجميع. فيعني بطبيعة الحال يعني كمختل عقليا فخاصو يمشي يعني للبلاصة اللي غادي يداوي فيها. كنتمناو يعني السلامة للجميع. فكيف ما كتشوفوا معنا هذا هو المنزل، يعني منزل يعني بين واحد المنزل اللي قديم، وانه يعني اللي ساكن فيه هذا المختل عقليا كيقولوا المنزل ديالو، يعني المنزل ديالو. فهذا هو المنزل كيف ما كتشوفوا معنا مشاهدي الكرام مشاهدي قناه شوف تيفي. فنتمنوا السلامه، نتمنوا السلامه للجميع مشاهدي الكرام مشاهدي قناه شوف تيفي. فكما كتشوفوا معنا على هذا البث المباشر من مدينه السطات، فيعني رجال الامن الوطني بطبيعه الحال
والسلطة المحلية بعين المكان كيفما كتشوفوا معنا مشاهدين كرام مشاهدي قناة شوف تيفي. فيعني رجال الوقاية المدنية تم يعني السيطرة على هذا الحريق، تمت المهمة بطبيعة الحال بنجاح مشاهدي كرام مشاهدي قناة شوف تيفي. إذن مشاهدي كرام مشاهدي قناة شوف تيفي نشكركم على حسن متابعتكم، وإلى بث مباشر آخر إن شاء الله.